امريكا ولا السفريه طويله؟ انت هتسيبني بقى ولا تروح سفريه طويله؟ لما انا لا انا بعتك لما رحت روسيا، لكن امريكا ما اقدرش فيها. عموما معنا من امريكا ارض الحدث وارض التوهج للاهلي الليله كابتن زكي عبد الفتاح، حارس مرمى منتخب مصر ومدرب منتخب حراس مرمى منتخب مصر والنموذج الرياضي المشرف في امريكا. كابتن زكي مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهلا كابتن زكي، ازيك؟ الله يخليك، الحمد لله، نحمد ربنا. ازي حضرتك كده وازاي الاسره كلها والاهلاويه كلها في مصر؟ قول لي يا كابتن، ازاي تابعت ازاي القرعه واصدقها عندك وانطباعاتك على لقاء الافتتاح الاهلي وانتر ميامي؟ طبعا انا يعني مبسوط جدا ان اول ماتش، وطبعا تخيل بقى النادي الاهلي بيلعب قدام احسن لاعب في العالم على مدى التاريخ، يعني كمان 100 سنه قدام، يعني ميسي هيفضل الناس تعرف، الكل بيتكلم عن ميسي، ان النادي الاهلي بالعظمته ده ما فيش، اعتقد ان ما فيش نادي في مصر هيبقى الحدث ده مش هيتكرر تاني، ما اعتقدش. ده بقى اول واخر مره ان نادي الاهلي يلعب مع ضد فريق تيم ميسي في بطوله دوليه، اكبر بطوله للانديه على مستوى العالم كله، فده انجاز، ده بالنسبه للنادي الاهلي انجاز، طبعا حاجه فخر. انا كمصري انا فخور جدا جدا جدا، سيبك بقى من النتيجه، سيبك من اللي هيحصل والكلام ده، الحدث نفسه فخر لاي واحد مصري، اذا كان اهلاوي زملكاوي محلاوي فلاح زي كده، اي حد ده فخر، فخر يعني، انا فخر والراس مرفوعه النهارده، وان شاء الله باذن الله كده في شهر يونيو بترفع اكثر ان شاء الله بامر الله. المجموعه بالميراس مع بورتو والاهلي وانتر ميامي، راي حضرتك في المجموعه فنيا يا كابتن؟ استاذ ابراهيم انت، انا اقول اقول اللي طبعا انا شايفه طبعا، لا اللي انت شايفه، لان انا ما بحب، انت عارف ان انا بحب اقول اللي انا شايفه طبعا يعني، طبعا مش اللي بحب اللي الناس تسمعه، لا 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 طبعا. مجموعة انا اعتقد مجموعه صعبه جدا جدا جدا، لو الاهلي طلع الدور الثاني هيبقى اعجاز مش انجاز، اعجاز هيبقى اعجاز، لا بس يطلع من مجموعه اول او ثاني مجموعه، ده اعجاز في حد ذاته. فرقه بورتو فرقه كويسه جدا، لو احنا مش متابعين الدوري البرتغالي كويس، انا بتفرج على كل الماتشات بتاعتهم، فرقه قويه جدا جدا جدا، كل اللعيبه اللي فيها بيلعبوا عشان يروحوا الدوري الانجليزي الدوري الاسباني، فهم كلهم تالنت، كلهم معظمهم جايين عشان يتباعوا، يعني بورتو بيعمل من الناس الاستثمار اللي هو الاذكياء جدا جدا، بيجيبوا لعيبه زي ما بيقولوا بملاليم وبيقعد ملاليم، هتبص تلاقي كل حتى المدربين حتى اللعيبه، طيب نادي اللعيبه فرقه كويسه جدا جدا، انا قلقان من الماتش ده، ولاد جعانين، ما هم مش بس رايحين كده، لا جعانين قاعدين يعملوا حاجه عشان يسوقوا نفسهم. فرقه بالميراس احنا لعبنا الاهلي لعب قدامنا قبل كده في قطر وكسبنا باللانشات، فاكر انت السنه اللي قبل اللي فاتت كاس العالم اللي قبل اللي فات. ايوه فرقه برازيليا دلوقتي الفرقه ثاني الدوري البرازيلي، وطبعا دوري قوي، مش هيبقى ماتش سهل، لازم لعيبه النادي الاهلي يوميها كل واحد يدي 110% من اللي عنده، الماتش بورتو وماتش بالميراس لازم 110%، ولازم يكون في على الاقل خمس ست لعيبه يومهم، مش واحد او اثنين، عشان نيجي تكسب ماتش زي ده، ماتشين زي دولت، لازم يكون على الاقل في الفرقه خمس ست لعيبه في يومهم ويوم كويس لهم. بالنسبه للطاقه والانرجي لازم يكون 110% من اللي بيديهم. فرقه ميامي احنا ما نستهترش بيها، فرقه كويسه جدا، ده فيها ثلاثه كاسبين كاس العالم او اربعه كاسبين كاس العالم، عندك البا الباك ليفت ومؤدي كانه عنده 20 سنه في الدوري، الدوري الامريكي صعب جدا، ما هوش دوري سهل، عشان احنا في مصر مفكرين انه دوري سهل، يقول لك ما فيش كوره في امريكا والكلام ده، اما تشوف فرقه ميامي هتشوف هتعرف قد ايه التطور الخطير اللي حصل هنا، عندك بوسكاس الميدفيلد برشلونه طبعا واخد كاس عالم، عندك ميسي لويز سواريز، وبعدين انا سامع دلوقتي انهم بيتكلموا مع ديخيا انجل ديخيا اللي هيجيبوهم، عايزين يجيبوه من بنفيكا، فالفرقه انت بتلاعب فرقه عندها خبرات، انا خمسه هم مش خبرات، وبعدين في ولاد صغيرين موجودين، ففرقه تقيله، ما هوش ماتشات مش سهله، ماتشات تقيله، عشان كده في اول كلام بقول لو الاهلي وصل الدور الثاني ده اعجاز،
مش عايزين نقلل من نفسنا والاهلي ممكن طبعا، بس عايز كل واحد زي ما قلت لازم يكون طاقه 110%. غير كده ما فيش حاجه قدام الاهلي، ما فيش حاجه مستحيله. يعني روح النادي الاهلي دايما هتبقى موجوده في الاحداث الكبيره زي دي كمان، بس مش عايزين الناس لا تتفائل قوي ولا تقول يعني بتشائم قوي. احنا خلينا واقعيين ونفكر واقعيين والفرقه واقعيه، ولما الحدث وكل ما يقرب ان شاء الله هنكون الاهلي مستعد اكتر وشاف ظروفه كويس انها بدات من دلوقتي، هيبدا يتابع الانديه دي ويشوف، وان شاء الله ربنا يسهل ولاعيبه الاهلي اذا كان في المركات وده اللي هيجي يجيب لعيبه بتاع، فربنا يسهل ربنا يسهل. انا متفائل، انا متفائل وكل ده مش عايز ابقى نيجاتيف، بس انا متفائل خير ان شاء الله ان شاء الله. والنادي الاهلي يعني في المواعيد الكبرى بيبقى مختلف، يعني بيحس بالمسؤوليه باذن الله يعني يكون على قدر الحدث. يعني ما ده اللي بيفرق النادي الاهلي يا باشمهندس، الحته اللي انت قلتها دي ده بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي في افريقيا او الشرق الاوسط، اللي الروح النادي الاهلي والحدث الكبير وازاي يكونوا موجودين. ده الحاجه اللي الروح دي هي اللي بتفرق النادي الاهلي عن اي نادي في الوطن العربي كله او افريقيا. بمناسبه التدعيمات يا كابتن، بمناسبه التدعيمات، يمكن في بعض مصادر الاعلام قالت انه ميسي تواصل مع محمد صلاح وممكن يروح انتر ميامي، هل ده موجود فعليا عندكم ولا لا؟ لا 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 لا, لا. وبعدين ميسي ده بس استاذ ابراهيم، هنا ميسي ما فيش لعيب هيكلم لعيب، سيبك الكلام اللي في مصر عندنا ده. انا بشوف الحاجه، انا بصراحه انا بصعب عليا في مصر والطريقه اللي بتدار بيها الرياضه في مصر عامه وبعض الاعلام المصريين، ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش لعيب محترف اقدر اكلم لعيب وهو معاه مثلا في النادي بتاعه قبل، يعني ما يقدرش يكلمه حتى قبل يناير، ما يقدرش يكلمه دلوقتي. ولو كلمه ده في رئيس نادي يكلمه بعد يناير، ما فيش الكلام ده هنا. ده ماشي، الرغبه مش موجوده، مش حاسسها انت، الرغبه مش موجوده. لا 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 لا, لا, لا رغبه من الطرفين. مش هجيب صلاح جنبه، فاهم قصدي؟ لا لا لا، ولا كريستيانو. انا سمعت برضه كريستيانو كلمه، كل ده انت عارف احنا في مصر اللي بيكتب العادي بيكتب كل حاجه، والعادي يقلب يقلب كل حاجه. طبعا انتر خالص. انتر ميامي هيبقى معاه جمهور كبير جدا، هل في جماهير مصريه وعربيه ممكن يبقى لها عدد كويس في المباراه؟ بص، ميامي هنا معظمهم انت عارف ميامي على الحدود مع كوبا مع كولومبيا، هتلاقي كل الاسبان اللي هم كولومبيا كيوبا اللي هو الكاريبي، هتلاقي كل يعني كتير، والامريكان كتير اللي راويين كوره، فانا اتوقع الاستاد هيتملى. العرب الحاجه كويسه، انا كنت اتمنى الماتش يبقى في جيرزي او في نيويورك، لان الجلال المصريين كتير جدا في جيرزي. طبعا جدا جدا طبعا، بس ما بين جيرزي وميامي ممكن ياخدوها بالعربيه، يعني ممكن ياخدوها بالعربيه، سواء بالعربيه، فانا اتوقع هيبقى عدد كبير، هيبقى عدد كبير مش زي ما كنت في نيوجيرسي. يعني نيوجيرسي كنت انا امبارح بقول لو الاهلي بيلعب مانشستر سيتي في نيوجيرسي والاستاد اللي هو الاستاد بتاع نيوجيرسي 80,000 متفرج، 60,000 هيبقى اهلاوي، 60,000 مصر مش اهلاوي، ما فيش اهلي بقى دلوقتي في الدوره دي، ما فيش اهلي للزمالك في مصر، مصر ده في مصر، ف 60,000 مصر هيكون موجودين. فانا اتوقع الاستاد بياخد بتاع 35,000، اتوقع حوالي 10,000 مصر هيكون موجودين. عدد كبير برضه ان شاء الله. ميسي لما بيلعب، يعني التذاكر لما ميسي جه الدوري، الدوري التذاكر المتوسط انها مثلا 25 دولار 30 دولار دلوقتي. ساعه ما ميسي جه هنا التذاكر دلوقتي بتاع ب 400 500 دولار. يعني فالناس عشان تيجي تشوف ميسي فبالنسبه لهم بيعمل تاريخ، فبطوله بطوله دوليه زي دي، فهتلاقي التذاكر دي بتتباع كمان، هتبص هتلاقيها بتتباع في السوق السوداء على الانترنت، هتوصل 2000 3000 دولار التذكره. البطوله يا كابتن في منتصف شهر 6، الدوري الامريكي هيكون خلص بقاله فتره ولا هيبقى لسه مستمر؟ لا لا لا، هيكون في نص الموسم، ده نص الموسم، نص الموسم، ده نص الموسم. الدوري هنا بيبدا، الدوري هنا بيبدا في اول باخر فبراير عشان الظروف في الشتاء. ان الشتاء، لان لوس انجلوس، انا عارف لوس انجلوس الجو هنا طول السنه جميل. الجو هنا في لوس انجلوس خطير، بس الايست بقى اللي هو نيويورك نيوجيرسي اللي هم الولايات اللي في الثلج بيبدا، يعني بدا دلوقتي من الشهر اللي فات، فممنوع، فهيبقى صعب جدا تلعب، فبيبداوا في اخر فبراير.
فيبقى في نص الموسم. والطقس عندهم في شهر 6 عامل ازاي في ميامي؟ في ميامي لو الجو صيفي، لو الجو صيفي بيبقى الرطوبه عاليه جدا. بس شهر 6 يعني لو 7 او 8 اوف، يعني بيبقى عالي جدا الرطوبه والحر خاصه في ميامي. بس شهر 6 او 8 يعني رطوبه وحر وميسي كمان. الخط الظهر يا زكي. طيب يعني هنعاود اتصال بكابتن زكي. دايما بيروح للموضوع باقصر طريقه ويديك المعلومات اللي انت محتاجها فعلا. صحيح. بالشكل السليم جدا، وده اللي احنا بنقول عليه. احنا دايما واحنا بنحلل بنقول انطباعات او بنقول امنيات. انا حاسس كلام كابتن زكي عجبك في حته عدم الاستسهال اللي انت داخل بيها. وانا قايل لك بورتو فرقه مرعبه. اولا بالميراس تقلق حتى من اي حد. لا انا بص انا اقلق من حذر. بص لا اقلق من الاهلي على الاهلي. تقلق على الاهلي من الاهلي. من الاهلي. أيوة. لو انا كالعاده الدوافع واللعيبه والالتزام ونعبر عن الاهلي نقدر نلعب اي حد. وهنعمل ماتشات كويسه. ان شاء الله. لكن لو بقى فاهمين ان احنا رايحين وحلو قوي كده، واحنا يكفي ان احنا شاركنا في هذا الحدث، هيبقى خطر جدا. يعني نصدق حلمنا ونشتغل عليه وربنا يحمينا من الاصابات، ولو قدرنا نجيب حد مناسب مش كتير. انا ضد التغيير الجذري في الفريق. يعني مش دايما انك تكدس اللعيبه ده احسن حاجه. طب الفيفا مدي فرصه للفرق المشاركه، فتح لها ماركاتو استثنائي 10 ايام في اول 6. هاجي لك ليها، بس نرجع للكابتن زكي عبد الفتاح تاني. كابتن زكي، كنت بكلمك قبل ما نقطع الخط على حالة الطقس في ميامي أثناء البطولة، قلت لي هيبقى حر ورطوبة في شهر 6. بيبدأ من آخر 5 كده بيبدأ الرطوبة تعلى والحرارة تعلى. بس أحسن كتير من شهر، لو شهر 8 يعني دخلت بقى في 7 و8 و9 ده القمة. بس هتبقى يعني مش عالية قوي. بس هتبقى في رطوبة، عشان هيبقى في رطوبة وهتبقى في حر. وبعدين المطر هناك في ميامي في اي وقت، اللعيبه برضو النقطه كويسه، لان المطر في ميامي صيف شتاء طول السنه. والشتاء شتاء يعني شتاء مطر يعني. اللعيبه برضو عشان احاديه المطر والكلام ده، والصوت عالي لان الجو هنا ما فيش بتشتي يعني. طيب مطر يعني. كابتن زكي، يعني كره القدم ما هياش يعني بشعبيه كره السله، وفي العاب اخرى البيسبول والكلام ده، لكن اعتقد ان الفوتبول الامريكاني طبعا والرجبي فاعتقد ان استجلاب النجوم الكبار لامريكا بقى لهم سياسه يمكن من 10 15 سنه، هل غيرت الوضع؟ بقى في جمهور كبير لكره القدم او السكر زي ما بيقولوا؟ بص يا باشمهندس، انا اول ما اشتغلت في لوس انجلوس جالاكسي من اول يوم الدوري بدا سنه 96. ماشي، في 96 بدا الدوري، كان 12 نادي. الليج اللي هو الرابطه اللي هم الاونر، كان الاونر بتاع 12 نادي، كانوا بيدفعوا للتلفزيون 20 مليون دولار كل سنتين عشان التلفزيون يذاع لهم الماتشات. ده الكلام ده 96 سنه 96. فبعد سنتين العقد خلص، التلفزيون قال لهم ده في ناس بتتفرج عليه، لا احنا بندعو لكم ببلاش سنتين، فدعوه ببلاش سنتين. بعد السنتين دولت دفعوا 50 مليون. انت عارف النهارده السنه دي انت عارف التلفزيون بيدفع كام؟ 750 مليون دولار الربط عشان يذيع الماتشات. وبعدين عشان الناس بتقول ان مفيش الكوره مش كوره كابتن. 750 مليون دولار سنويا. علشان العادي كده، علشان يذاع، بعد ما هم كانت الرابطه اللي بتدفع كانوا بيدوا له فلوس. النهارده 29 نادي، من 12 نادي 29 نادي في الدوري. امريكا 350 مليون واحد، امريكا كبيره.
ف 29 نادي بيلعبوا، وهم والسنه الجايه هيبقوا 30، السنه اللي جايه دي اللي هي اللي ستة سنه 26 هيبقوا 30 نادي، وهو كده اللي التارجت بتاعهم اللي يبقى 30 نادي في الدوري. فدلوقتي فشوفوا يعني انا بقول لك التفكير ازاي. فانا من اول يوم يعني انا من اول يوم مع الدوري بشوفه بيكبر بيكبر. النهارده في الماتشات كلها متذاعه على الهواء كلها، وما فيش التذاكر. لو انت تتفرج اي خش حضرتك على هنا الام ال اس اللي هي الويب سايت بتاع، ما فيش ماتش تتفرج على الهايلايت، ما فيش ماتش التذاكر سولد اوت، لان ده للجماهير، الدخل للجماهير، كلها حاجه اقتصاديه واستثمار. رئيس جالاتي شرب 5 مليون شرى اللوجو وبدا النادي 5 مليون سنه 96، 98 بعدها بسنتين باعوا ب 29 مليون. باعوا 29 مليون. النهارده بعد ما بنى استاد لو بتاع استاد جالاكسي، وده النهارده بيتعرض عليه مليار ونص عشان يبيع النادي مطرش. يقول لك لا مش عايز. فانا بقول كل حاجه استثمار وكل حاجه بالصناعه. فعشان كده انا بشوف في مصر انا بستغرب الانديه دي بتجيب فلوس ازاي؟ الانديه دي بتجيب فلوس ازاي؟ وبتصرف ازاي؟ والخساره دي ازاي؟ انا صعبان عليا والله، صعبان عليا. انا احنا ما فيش دراسه، ما فيش رؤيه، ما فيش. طب النهارده بقى فين بعد 5 سنين؟ بقى فين بعد 10 سنين؟ بقى فين؟ ما فيش الكلام ده. انا الكلام ده انا بيصعب عليا. انا مشيت من مصر سنه 91 لقيت يعني الكابتن جوهري جاي من كاس العالم قال لك يلا احنا نعمل احتراف، يلا يلا يعمل اعتراف بكاس العالم على طول. انا نفسي استفاد. انا لقيت النادي بيديني 35000 جنيه سنه 91 سنه 90، 35000 جنيه زيها، وبقضي 3 سنين ونفس عقدي، وانا موظف الشركه ومعمول لي تفرغ كل حاجه. كل اللي بعمله ان انا كل 3 سنين اخد 35000، والعقد بتاعي ما كان 150 بقى 1500. انا قلت طب الانديه دي هجيب الفلوس منين؟ طب الفلوس هجيب منين؟ صحيح. فانا اقسم بالله قرار الكابتن ده اللي خلاني قلت بقى انا همشي في مصر خلاص. مشيت 92، مشيت وجيت هنا 92، لقيت اللي هنا بقى شايف واللي احنا بيحصل ده هو برضه اللي هو عدم التخطيط، وان القرارات العشوائيه والقرارات الانفعاليه ده اللي بيحصل في الكوره. هو يعني هو كابتن مستر برادلي شغال في الدوري الامريكي برضه؟ لا هو في النرويج دلوقتي. في النرويج. كابتن احنا أنا كنا بس جيت معاه، انا جيت مع برادلي عشان منتخب مصر طبعا طبعا. ما سيبش امريكا، ما سيبش امريكا لا واروح. لا هو في النرويج، راح قبل كده النرويج وراح فرنسا ما روحتش. اهو الاهلي، اهو الاهلي جاي لك بنفسه امريكا ان شاء الله. يشرب باذن الله بامر الله. طيب في لعيبه عرب بيلعبوا في امريكا ولا او افارقه، ولا يعني دي ظاهره اوروبيه فقط؟ بص يا باشمهندس، لا بالظاهر لا، في لكن في عندنا محمد المنير كان بيلعب في لوس انجلوس، نادي كنت مدربه، كان الباك ليست بتاع منتخب ليبيا. وفي مش كتير، بس مش كتير. بس بص هنا لكل حاجه يعني، جابوا ديفيد باكام وهو عنده 29 سنه، يعني جايبينه وهو عنده 29 سنه. جابوا ديفيد باكام ب 250 مليون دولار في 5 سنين. اقسم بالله بعد سنه التيشيرتات بتاع ديفيد باكام اللي اتباعت غطت ثمنها. هم كسبوا من وراء الملايين. جابوا ميسي، تعرف ميسي مكلفهم كام يا باشمهندس؟ ميامي ومش عارف اقول اعلان الشركه اللي جابته والكلام ده، مليار دولار عشان ميسي يجي، مليار دولار. عارف الليج دلوقتي من ورا ميسي في مصر شهر عامل له اكثر من 3 مليار دولار. يعني التلفزيون ماشي واخد حصه من الماتشات اللي بتذاعه والكلام ده. النهارده التلفزيون القناه اللي كانت بتنقل واللي هي المسؤوله عن اللي جابته، النهارده بقت ما فيش القناه. بقول لك كسبوا فلوس من ورا ميسي، فهم كل حاجه بياخدوها باستثمار. عشان كده الفيفا كان منشن صح انه يودي النسخه الاولى من البطوله لامريكا. طبعا امريكا كبيره. بص ما فيش امريكا ملاعب، فنادق، كل حاجه جاهزه، يعني كل حاجه جاهزه. امريكا ممكن تعمل كاس عالم في 100 دوله هتستضيفهم فيه. يعني انا جنبي في الحته اللي انا فيها في 5 6 ملاعب، في 5 6 فنادق، في انا عندي في كاليفورنيا عندنا بسادينا استاد عندي في 80000، في كالفتيان في 90000، استاد لوس انجلوس 40000، استاد ال اف سي 30000. في الحته اللي انا فيها بس 20 ميل، 20 ميل وحوالين بعض. فده المنطقه بس، مش هقول لك. فامريكا عندها استعداد تستضيف اي حدث في اي وقت. ما بقولش كده لان بس دي الحقيقه، ده واقع. احنا يعني عايشين، لان البنيه التحتيه اتبنت من زمان. فهم مش، ما فيش حاجه، هم شايفين عندهم الرؤيه دي من 40 سنه.
فانا الفنادق والملاعب والكلام ده ما فيش يعني. لوس انجلوس النادي داون تاون لوس انجلوس يعني اغلى حته في لوس انجلوس اتبنى في 8 شهور الاستاد بتاعها. تمام. شوفهم بنين الاستاد والفاسيلتي بتاع التمرين. تمام يا كابتن، وان شاء الله نسعد بيك، وان شاء الله الاهلي يسعدك انت وكل الجماهير المصريه والعربيه في امريكا باذن الله. ويسعد كل مصري بجميع انتماءاته يعني. انا بس رجاء رجاء من خلالك وخلال الباشمهندس يا جماعه، ما فيش الاهلي والزمالك، احنا مصر مصر، واي حد بيلعب بره مصر بيفتخر بيبقى مصر. صح. انت المفروض اي زملكاوي اي محلاوي اي اسماعيلاوي يفتخر بنادي الاهلي ويدعمه، مش بغيره ويقطع فيه ويقل من انجازاته، لان الحاجات دي بتحرق. انا هنا ببقى بتحرق دم، احنا وصلنا لدرجه انك انت مش عارف تنجح فيفشلك. صحيح. خلاص انا مش عارف انجح، طب انا اتعب ليه وانجح ليه؟ طب ما افشله معايا واهاجمه. لا ربنا ربنا يهدي ويوفى باذن الله يا كابتن. ربنا يهدي يا رب يا رب ان شاء الله. كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق والواحد من النماذج المصرية في الدوري الأمريكي، شكرا جزيلا ليك.